أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تعريف الطابعات. طبعا الطابعات كثيرة وطريقة التعريف سهلة ومشابهة تقريبا لأغلب الطابعات. حتى نعرف الطابعة هنالك عدة طرق. الطريقة الأولى هي من الكنترول بانل. طبعا هذه الطريقة لا تصلح لكل الطابعات، لجميع الطابعات، فقط الطابعات الحديثة. طبعا من ستارت، وطبعا نضغط كليك أيمن ونختار سيتنج. اعتذر أن هذه النافذة. من ضمن هذه النافذة عندنا هنا نبحث. طبعا نجي هنا بالبحث نكتب print pr، راح تطلع لنا هذه النافذة بها مجموعة من الأوامر. طبعا عندنا هنا add printer or scanner. بعد ما نضغط على add device راح الحاسوب يتعرف على الطابعة. طبعا ضروري انه الطابعة تكون مشتغلة ومربوط الكيبل بالحاسوب. طبعا راح يتعرف عليها اذا كانت حديثة، وطبعا هذه الطريقة سواء كانت ويندوز 10 او ويندوز 11 فقط نبحث راح تطلع لنا هذه النافذة. الطريقة الاخرى واللي هي مهمة جدا انه ندخل الى موقع الطابعة، يعني الطابعة اذا كانت HP او كانون او مثلا ابسون او اي نوعية اخرى. طبعا هو في الغالب الاشهر هو كانون، فنكتب اسم الطابعة. راح ناخذ على سبيل المثال الطابعة كانون LB6030، فنجي نكتب هنا كانون في الجوجل. طبعا هذه هي الطابعة ظهرت لي. بعد ما نكتب اسم الطابعة والرقم ضروري بجانب الاسم نكتب درايفر. درايفر يعني تعريف، ضروري نكتب هذا الخيار حتى الجوجل يودينا بشكل مباشر الى الطابعة. طبعا نجي هنا نبحث راح نلقى مجموعة من المواقع. ضروري جدا نختار الموقع اللي يحمل نفس اسم الطابعة، الدومين مالته او الدومين الخاص به. عندنا هنا www.canon، مثل ما نلاحظ ان الطابعة هي اسمها كانون والموقع كانون، فاذا هذا هو الموقع موثوق جدا. يعني من نجي للمواقع اللي ما تحمل اسم، طبعا هذا لاحظ كانون درايفر دوت كوم هذا موقع خارجي، اما هذا هو الموقع الرئيسي واللي هو الموثق، فنضغط عليه بهذا الشكل راح يوديني الموقع الى الطابعة. طبعا عندنا هنا فيما يخص الكانون او بقية الطابعات بنفس الطريقة، عندنا هنا درايفر، دائما نبحث على كلمة درايفر. درايفر اللي هي التعريف، فنجي هنا راح يطلب من عندنا نوع الويندوز، فراح نختار ويندوز 11 او ويندوز 10. وطبعا اذا كان ويندوز 10 يعني ضروري نعرف نوع الويندوز سواء كان 32 او 64. وحتى نعرف نوع الويندوز بهذه الطريقة السهلة والبسيطة، طبعا عندنا هذه ماي كمبيوتر، نضغط عليها كليك ايمن ونختار شو مور. طبعا اذا كان ويندوز 11 شو مور، او نختار Properties اللي هي اختصارها Alt و Enter. طيب راح تظهر لنا نافذة، هذه النافذة بها جميع خواص الحاسوب. طبعا عندنا هنا بها الأسفل ننزل عندنا System Type اللي هو 64 بت. طبعا إذا كان يعني ويندوز 10 ممكن يكون 32، ويندوز 11 ما ممكن أن يكون 32. طيب فنحدد نوع الويندوز اللي هو ويندوز 10، ونحدد اللغة وليكن مثلا العربية او اي لغة احنا نحب تكون. وطبعا عندنا هنا بشكل مباشر نضغط على داونلود، وطبعا عندنا هذا الخيار راح يظهر عندنا، نضغط على داونلود او اخرج هنا بشكل مباشر. بعد ما اخرج طبعا نضغط على داونلود، وهنا طبعا عندنا مجموعة من الشروط، اضغط على داونلود وانتظر فقط اخرج. ارجع هنا راح تظهر لنا هذه النافذة، طبعا اضغط على نو ثينك ومن ثم اخرج هذه الطريقة. طبعا اضغط على داونلود ومن ثم طبعا عندنا هنا بعض الشروط راح نوافق عليها، نضغط على داونلود راح يحولنا الموقع الى هذه الصفحة. اضغط على يس، مجرد انه اضغط على يس بشكل مباشر راح يتم تحميل التعريف.
طبعا ننتظر تحميل التعريف. طيب طبعا بعد ما كمل التنزيل طبعا هنا بالشريط موجود، اضغط على هذا السهم يا اما فتح يا اما عرض في المجلد، او بشكل مباشر اروح للداونلود من الماي كمبيوتر، وطبعا اروح للداونلود هنا على اليسار اختار الداونلود. طبعا هذا هو الملف، راح اخذ من عنده كوبي هذه الطريقة، وراح انشئ مجلد على سطح المكتب. هذا المجلد للسرعة راح اضع البرنامج او الملف تعريف بي، اضغط على بيست هذه الطريقة. طبعا هذا الملف لابد انه انصبه او افك الضغط عنه، فاجي افتحه بهذه الطريقة، انتظر شوية بين ما يفتح، طلع لي النافذة اللي هي موافقة الشروط، اضغط على يس. طيب طبعا بعد ما اكمل فك الضغط راح ينفتح بهذه الطريقة، هذا هو البرنامج او الملف التعريف. فاجي الى هذا الخيار اللي هو UFRL بهذه الطريقة، اجي الى Arabic، اجي الى 64 او 32، طبعا احنا اختارنا 64، راح اجي الى 64 واجي الى الخيار اللي هو Setup، اضغط على Setup، طبعا راح تطلع لي النافذة اللي هي موافقة الشروط، اوافق عليها، طبعا راح تظهر عندي هذه النافذة، ومن ثم نعم، اختار قياسي تالي. طبعا انا الطابعة ما موجودة وما رابطها، وطبعا الخطوات بسيطة، التالي راح يتم البحث عن الطابعة واكمال التنصيب بشكل مباشر. طبعا العملية سهلة جدا وبسيطة، اهم شيء ان نوصل للتعريف بشكل صحيح، وطبعا نربط الطابعة بالكمبيوتر ونتأكد انه هي مشتغلة، ومن ثم ننصب التعريف بشكل مباشر.